راح توحشيني لو تحرميني من نور جمالك، ابقي ابعتيلي وطمنيني ازاي حالك. راح توحشيني. مسافرة بكرة وفايتة ذكرى نارها في قلبي، يا مسافرة بكرة وفايتة ذكرى نارها في قلبي، وحياة عينيكي مشتاق ليكي وانت جنبي، ليه تشبكيني وتعذبيني؟ راح توحشيني لو تحرميني من نور جمالك، ابقي ابعتيلي وطمنيني ازاي حالك. راح توحشيني. بيك طبعا دندنة حلوة جدا وصوت حلو جدا، ومصر الحقيقة مليانة بناس حلوة. احنا بقى هنا كل يوم كل ما بنعمل حلقة لازم نروح للناس الحلوة اللي منورة. النهاردة منورني نجم جميل وصوت رائع، الفنان خالد عبد الغفار، مطرب في الفرقة القومية الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية. أهلا بيك أستاذ خالد. أهلا بيك غصواء. خليني أبدأ مع حضرتك كده، احنا الفقرة بتكون مدتها قصيرة، إن شاء الله هتكون حضرتك ضيفنا تاني. حكايتك مع الدندنة ومع العود، بتعزف حلو وبتغني حلو، وبنتكلم بقى دار الأوبرا كيان كبير حضرتك موجود فيه، فخلينا ناخد الحكاية كده باختصار. ايه هو؟ انا من طفولة طبعا يعني معظم الناس اللي بيتمكنوا في العزف والحاجات طبعا بيبقى الموضوع معاه بياخد تاريخ يعني. فانا من الطفولة والدي طبعا كان منشد ديني وكان درس لغة عربية وشاعر يعني حاجات كتير كده. فده الصوت الحلو بقى والفهم بالظبط. فانا ورثت الصوت من بابا ونشأت في بيت كان فيه ثقافة ومزيكا على اعلى مستوى وكده، فالحمد لله. بعد كده طبعا اتجهت بقى لأكاديمية الفنون. ده باختصار بقى الفترة بتاعت الطفولة دي كلها كان فيها طبعا مواضيع الشغف موجود فيها يعني. بالظبط. بالظبط. والتلحين والغنى والسمع والشقة وكده يعني. حد ما طبعا درست وحصلت على البكالوريوس وخلصت دراسات عليا في الأكاديمية، ده طبعا بقاله كتير يعني. حد ما وصلت النهارده انا بقيت مدرس غناء يعني، بدرس غنى وعود وكده وبلحن وبغني في الأوبرا. وانت بتدرس غنى وبتلحن، بتقول للطلبه بقى والناس اللي موجوده عايزه تتعلم وبتبدا لسه، اول حاجه بتقولها لهم بتكون الاساس بالنسبه لك ايه؟ الصدق. الصدق، يحس باللي هو بيقوله ولا يكون صادق في مشاعره؟ يعني ايه مفهوم الصدق؟ انا دايما اقول لتلامذتي الجمله اللي بعلق دايما عليها، اذا كنا فنان موسيقيا او لما بنقول ليركس، لما بنقول شعر، لما بنقول الغنى بشكل عام يعني. ما ينفعش تبقى كداب بره المسرح وتيجي تبقى صادق على المسرح. من اهم ما يميز الفنان الحقيقي الصدق. لان انا بتكلم في اسمى المعاني البشريه والانسانيه، العلاقه ما بين البشر وبعضهم، اذا كان رجل ومراه، اذا كان رجل وابنه، اذا كانت بنت وباباها. احنا بنتكلم على العلاقات الانسانيه بشكل عام في الغنى. فده محتاج مننا صدق يعني. بالظبط كده. زي ما هتتعامل مع ابوك، مع اختك، مع اخوك، مع صاحبك، مع زميلك في الشغل، زي ما هتقف على خشبه المسرح. فده بيخليكي بيبان عليك الصدق. فالناس بتقدر تأدي كويس وبتقدر تغني بتحبك. فالناس بتصدقك فبالتالي بتحبك، وده المطلوب. يعني اقدر اقول ان كلمة السر هنا في اي نجاح، حتى في نجاح حضرتك، في قربك من الطلبة، في هي احساسك بالكلام اللي اتقال بصدق.
انه احساس كده. صادق بالظبط كده. طبعا نورتني النهارده، لينا وقفه تانية ان شاء الله وثالثه ورابعه، وعايزه اسيبك مع الناس بقى تسمعهم حاجه حلوه كده على ذوقك. بشكر حضراتكم، ان شاء الله هنقابل حضراتكم الاسبوع الجاي، لان بكره في ماتش لمصر، فاحنا كلنا لازم نقعد نتفرج. بكره هيكون في حلقه معاده ان شاء الله. مصر، منتخب مصر ليه كل التوفيق يا رب باذن الله، وتعدي البطوله دي على خير بحاجه تليق بينا. بشكر حضراتكم، نتقابل الاسبوع الجاي. بشكر الاستاذ خالد، واسيبك مع الناس بقى. اتفضل. عاشق ليالي الصبر مداح القمر، عاشق عاشق ليالي الصبر مداح القمر، عشق العيون السمر غواني الصغر، لولا النهار في جبينك، لولا الورود في خدودك، لولا الأمان في وجودك، ما كنت هويت ولا حبيت ولا حسيت بطعم الحب يا عمري. قدك المياس يا عمري، أيقظ الإحساس في صدري، أنت أحلى الناس في نظري، جل من سواك يا عمري. قدك المياس يا عمري، أيقظ الإحساس في صدري، أنت أحلى الناس في نظري، جل من سواك يا عمري. قدك المياس يا عمري، أيقظ الإحساس في صدري، أنت أحلى الناس في نظري، جل من سواك يا عمري، جل من سواك يا عمري.